توقفت رواتبهم منذ 4 سنوات، فكانت الوسيلة الأخيرة للخلاص من معاناتهم اللجوء إلى الشارع احتجاجا على ما يطالهم من إهمال، حيث يجتمع هؤلاء الأكاديميون مطالبين بتسوياتهم المالية وإطلاق رواتبهم. يقف اليوم أعضاء هيئة تدريس جامعة تعز هذه الوقفة الاحتجاجية على انقطاع وعدم تسوية مرتبات بعض أعضاء هيئة تدريس منذ 4 سنوات. جئنا للمطالبة بالتسويات التي ظلت معرقلة ومعلقة لمدة 4 سنوات وأكثر. ما يزيد عن 60 عضوا في هيئة التدريس بجامعة تعز ظلوا طيلة هذه السنوات يتلقون الوعود من وزارة المالية بمعالجة أوضاعهم وتسويتها أسوة بزملائهم في محافظتي عدن وحضرموت، وعلى الرغم من استمراريتهم في العملية التعليمية إلى أن تجاهل مطالبهم هو كل ما كفأتهم به الحكومة. نحن نعمل في جامعتنا ولا نقتات إلا على الصبر، ووزارة المالية تماطلنا رغم أنها نفذت في جامعتي عدن وحضرموت مئات التسويات خلال العام المنصرم. أنا مش من ضمنهم، لكن نزلت الآن يعني متضامن معهم حقيقة، لهم يعني في بعضهم اللي لهم 4 سنوات و5 سنوات بدون تسويات، يعني بنص راتب معيد يشتغلوا. يعني هل الدكاترة هذول منهم يشتغلوا يعني بالطاقة الشمسية ولا كيف؟ إذا كنا نشتي الجامعة هذه أن تستمر فمعانا تقريبا حدود حدود 60 عضو هيئة التدريس بدون تسويات. نناشد الحكومة بحل مشكلتكم حقيقة، يعني الجانب جانب إنساني أخلاقي، يعني مع مش ممكن أنهم عاد أنهم يشتغلوا أكثر من كذا. لا تقتصر معاناة هؤلاء على خذلانهم وعدم تسوية أوضاعهم ومعالجتها، فتدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت بها حرب الانقلاب هو ما فقم من معاناتهم، خصوصا في قطاع التعليم الذي يسير نحو التعافي. لكن مثل هذه الممارسات بحق نخبة المجتمع في الكادر التعليمي للبلاد يسهم بتفاقم مشاكل التعليم، كما يدفع بهيئة التدريس في الجامعة إلى حالة التصعيد إذا ما استمر هذا التجاهل والتسويف في مطالبهم من قبل السلطات المتعاقبة. حمزة أمين، قناة بلقيس.